بالنسبه لشهر رمضان هاد النقطه نعاود نذكرها مره اخرى حيت هاد النقطه مهمه بزاف. عاد الواحد في الايام سائر الايام العاديه من غير شهر رمضان كنكونوا كناخذوا عامه الفطور الغداء والعشاء داكوغ من غير هذوك الوجبات الخفيفه اللي كتكون في منتصف النهار وفي منتصف المساء. دونك الا جيتي تشوف عامه كتكون ما بين 3 حتى 5 الوجبات اون طون نورمال. كيجي رمضان بيان سور الناس تيكون واحد تيكون صايم نهار كامل كيصدق واكل غير بوجبه وحده، سي امبوسيبل كيف ما حسبتيها سواء سواء في لاكاليتي في النوعيه ولا في الكميه ديال الماكله ما يمكنلكش تعوض النهار كامل في وجبه وحده. داكوغ حنا غادي نحاولوا ندقوا بشويه بشويه. الوغ كل ما قسمتي الوجبات ديالك كل ما مزيان. علاش؟ حيت ذاتنا ملي كتعطيها الماكله كتبدل طاقه كبيره باش تستوعب هذيك الماكله وتجزئها وتحرقها، دونك كتطلب منا طاقه. هذيك الطاقه منين كناخذوها؟ من المدخرات ديال الشحمه. دونك كل ما كلينا اكثر كل ما غنحرقوا اكثر. ادوي ما يمكنش غير هي النوعيه ديال الماكله خصها تكون مقاده. دونك هذاك الفطور شنو غادي يكون فيه؟ دونك دون ليديال واحد يفرق الصيام ديالو داكوغ شي حاجه خفيفه يتعشى العشاء ديالو وياخذ السحور ديالو. الوغ حاجه واحده اخرى ما بين المشاكل اللي يقدروا يطرحوا في رمضان عاوتاني على حسب النوعيه لاسبي كاليتاتيف ديال الماكله اللي كناكلو اللي كنتناولو في وجبه الافطار. ما خصناش نحيدوا الالياف والبروتينات كيف ما قلنا الشهيوات راه ولا بد مره مره ما فيها بس، ولكن عامه وكل نهار ولا بد تتخذ شلاضه خضراء ولا شلاضه طيبه، الدجاج، الحوت، اللحم ولا البيض. علاش؟ الالياف مره واحده اخرى كتعاوننا على الامتصاص ديال الدهنيات، دونك غادي تعاوننا بالنسبه باش نحافظوا على الوزن ديالنا صحي، وكتعاوننا على المشكل ديال القبض اللي بزاف الناس يعانيوا منه خلال موسم رمضان. اي اون بلوس انكور اون فوا بوغ لي بروتيين بيوشيميكمون بارلون، البروتينات شنو هي؟ هي واحد السلسله ديال الاحماض الامينيه وحده لاصقه في الاخرى. عاوتاني مره اخرى مي كناكلوها باش ذاتنا تستوعبها كتبدل طاقه كبيره باش تجزئها اي تو سكي سونسوي. دونك هادشي كيعاوننا بزاف باش اما نضيعوا الوزن ولا على الاقل يبقى وزن مستقر.